حكى الخطة 550 هي مش الحل الوحيد، وإحنا ولا مرة بنطمح إنه خطة واحدة أو مسار واحد هو يكون الحل الوحيد لكافة القضايا، لكن الهدف إنه خلال خطة 550 نقدر إحنا نحدث قفزة نوعية بسيرورة الإحداث اللي إحنا بنحاول نحلها خلال الفجوات الموجودة داخل المجتمع العربي، وخاصة موضوع المسكن اللي إحنا موجودين بمحل مفصلة بالخمس سنين القادمات من خلال الخمس سنين اللي كانت الأخيرة وخلال توجهنا الخمس سنين القادمات، وإسا بتطرق للتفاصيل. طبعا إحنا من خلال العمل على الخطة 550 وتطبيقها إسا بالفترة الأخيرة نعمل بموضوع المسكن خاصة والتخطيط سيرورة اللي هي جدا ناضجة وجدا مهم نتعلم منها. بالتسع أشهر اللي سبقت قرار الخطة بشهر 10 كان في شراكة طبعا بشكل هيك وباخر، كان في نقاشات، كان في امور اللي اتفقنا عليها، كان في امور الاقل اتفقنا عليها، بس كان في شراكه من بدايه الطريق في تجهيز الامور، فكان في اعداد خطه اللي شمل مش بس ميزانيات وزعت على السلطات المحليه بشكل عشوائي، انما كان في دراسه لشو الاحتياجات. طبعا بالاخر الميزانيه حددت انه اي احتياجات بدنا نفوتها داخل سلم الاولويات، لكن اخرى القسم المسكن في خطه 550 هو قسم يشمل اخرى تغييرات بنيويه. خلال مجال التخطيط الهدف تبعنا نيصل ل 85 ألف وحدة سكنية بالمخططة بالخمس سنين القادمة. وطبعا أنا بلشت أحكي عن مسيرة تخطيط الخطة، لكن بالسبع أشهر الأخير الواحد بيسأل حاله أوكي كان في خطة بشهر 10 شو صار وين شو عم بيصير. فبالسبع الأشهر الأخير كان في محاولة لتفصيل الخطة لخطط مصغرة، يعني لما نيجي نحكي إحنا ببند بالخطة 550 لتقوية أقسام الهندسة بالمجتمع العربي. طب كيف نقوي الأقسام الهندسة؟ شو لازم نعطيها؟ شو احتياجاتها؟ كيف الإشي بيمشي من خلال قسم الهندسة للجنة المحلية، اللجنة القطرية، كل هاي الأمور، لجان التخطيط طبعاً. فكان في هدف إنه نفصل هاي الخطط. طبعاً في بيروقراطية حكومية، الكل اللي بيعرف شوي مكاتب حكومية بيعرف قديش البيروقراطية تأخذ وقت، لكن أنا بقدر أحكي اليوم إنه بعد سبع أشهر من العمل اللي كان جدا صعب يعني خلال من الفترات هاي، بس إحنا موجودين اليوم بمرحلة نقدر نبلش نطبق قسم الأمور، راح تبلش خلال الأسبوع الجاي، خلال الأيام القريبة الأسبوع الجاي النداءات للسلطات المحلية الكبيرة راح تطلع الأسبوع القادم. البحث اللي اليوم اشتغلنا عليه إحنا مجموعة من المخططين لفترة ثلاث سنين، حاولنا من خلاله نفحص كل المخططات اللي موجودة بكل البلدات العربية من الشمال للنقب، جمعنا كل المخططات اللي هي تصادق عليها من فترة 2015 اللي هي فترة الخطة الخمسية 922، وحتى نقدر نفحص تأثيرها وإيش الاحتياجات للسنين اللي قادمة. فحصنا كل الخرائط الهيكلية اللي كانت بالبلدات العربية، فحصنا إيش من المساحات اللي تحددت بالخرائط الهيكلية لحتى ينعمل منها مساحات للتطوير لمباني سكنية أو لمناطق صناعية، وهل بالفعل تم مخططات تفصيلية لهي المساحات اللي حددوها بالخرائط الهيكلية، لأنه حوالي 70,000 دونم لحد اليوم اللي محددات بالخرائط الهيكلية لمساحات تطوير بعد ما فش عليهم خرائط تفصيلية، بمعنى أنه لا يمكن إصدار تراخيص أو أنه نعمل أي شغلة يعني بهاي المساحات بالرغم من أنها موجودة بالخرائط الهيكلية. لهذا السبب يعني اليوم المواطن مش عم بحس يعني انه في تطوير للبلدات العربية او توسيع لانه مش موجودة الخرائط التفصيلية. ما هي ابرز المعطيات للبناء غير المرخص اليوم في بلداتنا العربية؟ بالبحث احنا كمان لاول مرة يعني بنعمل بحث اللي فحصنا فيه كل المباني اللي مش مرخصة بالبلدات العربية والمباني اللي ترخصت خلال هاي الفترة. قسمنا المباني كمان لمباني اللي هي مباني صلبة، اللي هي مباني من بطون، مباني للسكن، ومباني اللي هي خفيفة اللي هي مباني للزراعية أو صناعية. لأول مرة بنعمل هذا البحث وتم تقسيم البيوت، لأن أنه حد اليوم فيه 29,000 مبنى اللي هن مش مرخصات، قسم كبير منهم اللي هي مباني صلب اللي هن حوالي 14,000 مبنى، اللي مباني اللي فيه كل مبنى فيه من فحص عملناه أكثر وحدتين أو ثلاث وحدات سكن، بمعنى يعني حوالي 40,000 وحدة سكن اللي بسكنهم حوالي 130,000 نسمة. عشرات الآلاف من البيوت اليوم بالوسط العربي اللي ما عندها إمكانية للتوصيل القانوني للكهرباء، كما نعرف طبعا الوضع الموجود إنه كتير بيوت مربوطة بالكهرباء بشكل غير مرخص او عن طريق جنراترز او هيك اشياء. ف نقطه البدايه بتقريرنا هي انه
الكهرباء هو حق أساسي وحق اللي اعترف فيه بالقانون الدولي وبالقانون الإسرائيلي كحق اللي هو يجب الحفاظ عليه في عدة مؤسسات دولية، بس كمان بالفترة الأخيرة بالقانون الإسرائيلي بالمحكمة العليا بال 2022 أصدرت قرار اللي فيه عمليا اعترفت أنه لا يمكن الحياة بدون الكهرباء، وعشان هيك هي توفير الكهرباء هو حق أساسي عمليا ممكن يكون نقطة انطلاق كمان للتغيير.